أكدت مصادر متطابقة أن وحش الرباط المتهم باغتصاب حنان بواسطة قنان زجاجية والتسبب في قتلها أقدم مؤخرا على ارتكاب جريمة قتل أخرى داخل أسوار سجن العرجات. وأوردت المصادر بأن الضحية الذي قام بتوثيق عملية الاغتصاب بالفيديو دخل في مشادات كلامية مع زميله في الاعتقال، حيث اتهمه هذا الأخير بالتسبب له في المتابعة القضائية بسبب تسريبه للفيديو والذي كان سببا في إدانته بتهمة ثقيلة رمت به بالسجن المحلي بالعرجات. وأنهى وحش الرباط مشاداته الكلامية مع الضحية بزرع قلم حبر جاف في عنقه، مما عجل بوفاته فورا قبل أن يتم تحويل الجاني إلى سجن تيفلت في انتظار بلاغ رسمي من إدارة السجون.